والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. نعم، أخبار الاقتصاد مشاهدينا تنضم إلينا فيها الزميلة ميرنا إيهاب فعليكي. ميرنا شكرا لكما رجائي وأميرة. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويسلط المركز الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يأتي بعنوان جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. وقد أظهر التقرير أن العالم ما زال بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، كما أشار إلى أن تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يعد أمراً ملحاً من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لما يقرب من 8 مليارات نسمة في نوفمبر من عام 2022. شهد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزير البترول طارق الملا توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بشأن تقديم الجهاز لخدمات استشارية للأعمال الهندسية والاشتراطات الفنية التي تطلبها الهيئة. ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي باعتباره من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة والموقع الاستراتيجي المتميز. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط بعدما سعى البنك المركزي الصيني إلى كبح جماح موجة التشاؤم المتصاعدة بخصوص سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام في البلاد. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.1% إلى 84.29 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.7% إلى 80.23 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.6% لتصل إلى 3.8 دولارات للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.62% لتسجل 2.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار شح سوق العمالة. وأضافت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 11,000 إلى 239,000 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي. أكد التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد أن الاقتصادات الأفريقية يمكن أن تساهم بشكل كبير في سلاسل الإمداد الدولية عبر الاستفادة من مواردها الهائلة من المواد التي تحتاجها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها المتنامية. وأشار التقرير الخاص بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا إلى أن خلق بيئة مواتية للصناعات التكنولوجية سيساعد في رفع الأجور التي يقدر أدنى معدلاتها ب 220 دولارا شهريا. وأكد التقرير حاجة القارة الأفريقية لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة للمساعدة في سد فجوة الاستثمار الكبيرة في هذا المجال والتصدي للعقبات الأخرى أمام تصنيع لوحات الطاقة الشمسية في القارة.
انخفضت صادرات اليابان في يوليو الماضي للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام، وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تراجع صادرات البلاد بنسبة تقدر ب 3% على أساس سنوي في يوليو، وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات بنسبة تقدر ب 1.5% في الشهر السابق. وأظهرت بيانات الوزارة تراجع الواردات بنسبة تقدر ب 13.5% في عام حتى يوليو من العام الماضي، مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها بنسبة تقدر ب 14.7%. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم رجائي وأميرة. شكرا لك ميرنا.